مساء الخير. الفيلم التونسي بنحبك هادي نال جايزتين بمهرجان برلين السينمائي. عن شو عم بحكي؟ منتابع سويا. بعد 20 عاماً من غياب السينما العربية عن المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي، نال الفيلم التونسي نحبك هادي للمخرج محمد بن عطية، الذي يروي قصة حب وتحرر غداة الثورة التونسية عام 2011، جائزتين في هذا المهرجان. فقد فاز الممثل التونسي مجد مستورة بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل عن دوره في فيلم نحبك هادي، في حين فاز المخرج محمد بن عطية بجائزة الدب الفضي لأفضل أول عمل. Thank you very much. I'm speechless. I don't know exactly what's going on here. It all started like a game a year ago with محمد ريم and everyone. I would like to thank everybody who contributed in the realization of this dream, this great movie, all the great actors that I had the chance to work with. Also, I would like to give this gift to the Tunisian people, the great Tunisian people, all the martyrs of the revolution, everyone who contributed in the revolution, who wouldn't have made it without you guys here. There wouldn't have been liberty of expression without all the blood that has been shed during the revolution. I hope that we will continue on being free, on being happy, on producing good art, on being happy. I love you, Mohammed. I love you, everyone. Thank you, Tunis. Shukran, Tunis. Thank you. Thank you. شخصية ريم جو تخوف اللي هي قريبة برشا للبناية التونسية. المرأة التونسية مختلفة جدا على العالم العربي، على خطرها متحرة، على خطرها أكثر مرأة متعلمة. والفيلم واقعي، دونك مجد اللي هو هادي ولا ريم يحكيوا على المجتمع التونسي. المجتمع التونسي مخضرم بين العادات والتقاليد والحضارة، خاطر هو مجتمع متحضر وممتون متعلق ياسر بالعادات والتقاليد متاعو. دونك وي ثورة تونس ثورة كبيرة داخلية وخارجية، فما ثورة كبيرة هاي، وحنا حابين نوصلوا الميساج هذا على خاطر الشباب التونسي مازال يعيش في ثورة كبيرة بين روحه وبين المجتمع وبين العالم الخارجي متاعه. نذكر أن الفيلم من بطولة مجد مستورة، ريم بن مسعود، حكيم بو مسعودي، وصباح بو زيتونة. اسمع البنات، وينهم البنات؟ ايش من قدام نغمه واطيه كما قلت لكم هادي. يتناول هذا الفيلم قصة الشاب هادي الذي يستعد للزواج، لكن الظروف تقوده إلى مهمة عمل في محافظة أخرى، حيث يتعرف على فتاة أخرى ويشعر بألفة كبيرة معها، وحينها يقع في حيرة الاختيار بين الفتاتين. الفيلم إنتاج تونسي بلجيكي فرنسي مشترك، وسبق للمخرج بن عطية تقديم عدة أفلام قصيرة، نذكر منها سلمى، قانون 76، وكيف الآخرين. ما نحكيلكش من التوزان شو قالوا لي باش تولي كثير لازم تعطس برشا مرات في جوج بعض، وانا ما نحكيلكش شو عملت في روحي. هي معناتها مش حلم هذا سان بروجي شي في تعمل هكا. من بعد غياب أكثر من 4 سنين عن الساحة الفنية، جورج مايكل بعود للغناء. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimais, je m'en fous du monde. كشفت صحيفة لو جورنال دو مونريال أن النجمة الكندية سيلين ديون عرضت قصرها في مونريال في كندا للبيع بمبلغ 25 مليون دولار كندي، وأشارت الصحيفة إلى أن سعر القصر يعتبر الأعلى على الإطلاق في مونريال.
تبرعت النجمة تايلور سويفت للنجمة كيشا ب 250 ألف دولار، وقال المتحدث باسم تايلور أن هذا التبرع يأتي من أجل مساعدة كيشا في أي احتياجات مادية خلال هذه الفترة. يذكر أن كيشا قد طالبت في المحكمة بالانفصال عن منتج أعمالها الفنية دلوك ممثلا شركة سوني لأنه خدرها واغتصبها، لكن المحكمة قضت بمتابعة كيشا العمل معه نظرا لعدم كفاية الأدلة. ابتعد نجم جورج مايكل عن الأضواء منذ أن نقل إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي حاد عام 2011، ولكن يعود النجم من خلال جولة غنائية عالمية بعدما أوردته تقارير The Sun. وتأتي هذه الجولة بعد قلق الأصدقاء على مايكل، حيث أنهم وصفوه بأنه يعيش التوحد الكلي خلال استراحته من مهنته. هيدا كان كل شي. باي.